سوسانستي، أهلي سوسانستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وحضراتكم بألف خير، مع فرحة القيامة، وبعد الموت حياة، وبعد الضلمة نور، وبعد الحزن والألم فرح. هو ده إحساسنا مع قيامة المسيح اللي أقامنا معاه. وفي حلقة مميزة جدا بنعيد فيها مع حضراتكم، بيسعدنا ويشرفنا ويباركنا نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى. كل سنة ونيافتك طيب وبألف خير يا سيدنا. كل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا، وعيد سعيد على نيافتك وعلى الكنيسة كلها. عيد سعيد عليكم وعلى كل المصريين في كل حتة في العالم، كل الكنائس في العالم كله. أمين. سيدنا، عايز ابتدي من هنا من القدس، وبنشوف يعني في طقس الكنيسة هنا بنشوف بعض الدورات ما بنشوفهاش ربما في مصر. ايه المختلف هنا عن مصر؟ وبشوف ان هنا برضو القداس بيخلص متأخر قوي، يعني برضو غير مصر برضو. كنيسة القيامة ليها سيستم خاص وبروتوكول خاص، ولكل كنيسة، مش بس احنا ربنا، كل الكنائس اللي هي اعضاء داخل كنيسة القيامة اللي هم خمس كنائس ليهم بروتوكولات حتى مختلفة عن كنائسهم في الدول بتاعتهم. يعني مثلا هدي مثال بسيط، اسبوع الالام. احنا في اسبوع الالام عندنا اربع دورات ما بيتعملوش في الكنائس بتاعتنا في مصر. عندنا دورة يوم احد الزعف، بعد ما ينتهي حد الزعف خالص بنجمع احنا والارمن والسوريان، ارمن في الاول واحنا رقم اثنين والسوريان رقم ثلاثة، في دايرة كاملة حوالين القبر، تلت وتلت وتلت، كل واحد فينا بالكهنة بتاعته ولابسين البرانس بتاعتهم والشمامسة، وبعض من الشعب على قد ما الدايرة بتكفي، ومسكين الاعلام والرائد بتاعة المناسبة، وبيقولوا الالحان او الترانيم المدايح بتاعة المناسبة، ونلف ثلاث مرات حوالين القبر. في المرة الثالثة رقم واحد بيروح راح عند المغتسل، عند اللي هو حجر التطهير. الاثنين تانيين بيجيبوا كراسي ونقعد عليها نستنى لغاية ما هم يخلصوا صلاة عند حجر التطهير. بيخلصوا الصلاة بتاعتهم تاخد لها 10 دقائق 7 دقائق إلى آخره، يدخلوا بعد كده على القبر. يصلوا داخل القبر، نكون احنا رحنا على المغتسل على حجر التطهير، نصلي وشيت إنجيل وإنجيل، وطبعا المدايح او الالحان بتاعتنا، ونخلص يكون الارمن خلصوا على القبر وراحوا الكنيسه بتاعتهم، خلصت الثلاث دورات. احنا نروح داخلين على القبر نصلي، السوريان يروح داخلين على حجر التطهير، وهكذا في دوره ثلاثيه بين الثلاث كنائس. ده يوم حد الزعف. الدوره الاكبر بقى اللي هي يعني اجمل دوره، دي دوره يوم الجمعه العظيم. ودي بننفرد بيها احنا لوحدينا، يعني السوريان بيكونوا معانا بس ليهم دوره صغيره في خط سير مختلف عننا. احنا الدوره بتاعتنا بتبقى 8 مراحل داخل كنيسه القيامه، اللي هم مراحل الالام اللي عدى عليها سيد المسيح. بنبتدي من الهيكل بتاعنا، نطلع لغايه مكان الحبس بتاع سيد المسيح، بنصلي وشيت انجيل وانجيل، ويبقى في وعظة، بنبقى حد يعني بتوزع الاباء كل واحد يوعظ 3 دقائق 3 دقائق كده، وبتبقى بقى الراهبات بيقودوا، كل السيدات بيلبسوا جلابيه زي التونيا كده بس جلابيه عليها صوره المسيح المصلوب، ويعملوا شبه كورال كده، يبتدوا الشمامسه يقول الالحان بتاعتهم، يخلصوا يبتدوا الكورال ده يقول ترنيمة تخص المناسبه وحبيبي مش عارف ايه، كل ترانيم الحزين اللي هي بتخص الجمعة العظيمة. ونمشي من مرحلة لمرحلة، نخلص عند حبس المسيح، نوصل عند هيكل لينجينوس، نطلع من هيكل لينجينوس ندخل على هيكل تقسيم الثياب، نطلع من هيكل تقسيم الثياب لحجر الاستهزاء، هيكل تاني حجر الاستهزاء، المكان اللي قاعد على سيدنا المسيح وفضلوا يستهزئوا به، نطلع من ده على جوليوس فوق مكان الصلب، ننزل من جوليوس على حجر التطيب، نطلع من حجر التطيب على القبر، نرجع تاني بعد القبر على الهيكل بتاعه. الله. 8 مراحل، بتاخد الدورة دي ساعتين بعد ما نخلص الجمعة العظيمة خالص، وبنعمل الدفنة بتاعتنا، نستنى لغاية لما يجي ميعاد الدورة. نكون بنخلص في كنيسة القيامة الساعة 5 الجمعة العظيمة، نستنى ساعة، بنبقى مجهزين سندوتشات لكل الطائفة اللي موجودة والشمامسة والآباء وكده. الساعة دي من 5 ل 6، وابتدي الستة بتاعتنا من الدورة بتاعتنا من 6 ل 8. فدي دورة مش موجودة في كنيستنا، مميزة جدا، تنفرد بيها القيامة وليها كتاب خاص بيها، يعني كتاب مخطوط موجود عندنا
خاص بالاربع دورات بتوع اسبوع الالام. دي حاجه بقى من التراث يعني، من التراث. وخاصه الجريات اللي فيها خاصه بكل مكان. يعني رايح عند هيكل لينجينوس بتكلم عن لينجينوس، بجيب جزء من انجيل الاباء حاطينه يعني يعني بعمق كبير خالص. دي الدوره الثانيه. الدوره الثالثه بقى بعد ما بيطلع النور. تمام. طلع النور بنبتدي احنا الثلاث طوائف برضه نفس الدايره، تلت وتلت وتلت، بس المره دي بنلف حوالين القبر فقط، ما بنروحش عند حجر التطهير. ثلاث دورات حوالين القبر. في الدوره الثالثه كل احنا الاثنين بنستنى، ويدخل ارمن جوه القبر يصلي، خلص الصلاه يمشي، ادخل انا بعد كده الاغباط يدخلوا نصلي نخلص نمشي، يدخل بعد كده السوريان يمشي. طبعا. ونفس الدوره دي بتتعمل يوم عيد القيامه. عيد القيامه بعد ما بنخلص القداس، احنا البروتوكول بنخلص الساعه 3، بنبتدي الدوره دي الساعه 4، بننتظر برده، بنبقى مجهزين واجبات فطاري وخلاص خلصنا العيد لكل الطائفه اللي موجوده، بننتظر الارمن. الارمن ما بيصليش قداسهم بالليل، يصلوه الصبح. احنا نصلي والدوره بعديها، هم يعملوا الدوره معانا وبعدين يبتدوا القداس بتاعهم. العكس. العكس. فيبقى في ساعه بريك ما بين القداس وما بين الدوره. فده تقليد خاص بكنيسه القيامه، وقراءاته مش موجوده في اي حته، والنظام والسيستم بتاعه مش موجود في اي كنيسه. طبعا ما فيش كنيسه في العالم فيها كل هذا الزخم والجواهر الموجودة. عشان كل قرايه بتبقى في نفس المكان بتاع الحدث الحقيقي. يمكن ده الفرق يعني. في فتره الخمسين يا سيدنا برضو، هل في حاجه بتبقى مميزه لكنيسه القيامه هنا دي ولا ايه لا، في الخمسين بتبقى القداسات الحد العادية، وطبعا السيستم بتاعنا لو اربع وجمعه وسبت وحد، اللي هو السيستم الطبيعي بيمشي بنفس النظام، نفس الاستاتيك وبنفس الطريقه بالمواعيد. في المواعيد طبعا بتبقى الدورات اللي هي بتاعت الاباء او بتاعت الشمامسه، اللي هم بيعملوا دوره بالليل ودوره الصبح، ما بتتوقفش دورات البخور السيد. دورات البخور ما بتقفش طول السنه. طيب. دي صبح وليل، يعني الصبح ساعه، مش صبح يعني، بتبقى الساعه 1 او الساعه 12 ونص على حسب تغيير الساعه. وبالليل بتبقى الساعه 11. بس يعني انا عارف ان نيافتك في كل يعني كل حدث او كل يوم مميز بيبقى فيه نيافتك، بتبقى عارف الصلاه فين بعيدا عن كنيسه القيام. يعني دايما نيافتك بتعمل بصحة عند نهر الاردن في يافا، برضو اكيد تلميذي عمواس في مكان. يعني ايه الحاجات اللي بيبقى نيافتك مطالب او مش مطالب، اللي هو بروتوكول او اعتاده الكنيسه ان هي تروح تصلي في المكان ده؟ احنا عندنا لو ابتدينا من اول عيد القيامه، ايوه، او اسبوع الالام، يعني يوم الاربع، اربع ايوب ده، كان في فترات. طبعا احنا المفروض ان الناس كل الكنائس بتروح المقطس اللي هو على نهر الاردن في اريحه، بتروح يوم عيد الغطاس. كان صعب على المصريين يجوا في الفتره بتاعت عيد الغطاس، فالكنيسه طلبت من السلطات اللي كانت موجوده من ايام الاردن، كانت هي المسؤولة قبل 67، ان احنا نستعيد عن عيد الغطاس بيوم الاربع اللي هو اربع ايوب، ناخد فيه فترة ساعتين نصلي فيهم على المقطس، عشان المصريين طبيعي بيكونوا موجودين فياخدوا بركة المقطس والمكان اللي اتعمل فيه المسيح بدل عن عيد الغطاس. احنا كطائفة موجودة هنا وكربان وراهبات وكل اللي معانا نروح نصلي في عيد الغطاس وبنصلي على المقطس، لكن الطائفة نفسها كل المصريين اللي بيجوا ما بيلحقوش طبعا. لكن هي استعاضة عن انهم يحضروا بس الغطاس عشان مش موجودين. بنعمل ثلاث ساعات بصخة كده هناك عشان بس المصريين ياخدوا بركة المغطس وياخدوا بركة المكان. طبعا نفسك في عيد الغطاس بتبقى موجود. بنبقى موجودين هناك وبنصلي. ايوه. ده احد الاوقات اللي بنصلي فيها بره كنيسة القيامة. عندنا بعد كده عيد الصعود. اول حاجة بعد عيد القيامة عيد الصعود. أو في يعني في تقاليد مش خاصة بباقي الكنايس، يعني مثلا زي شم النسيم دايما بنصلي في يافا. زي عمواس. زي عمواس، فبنصلي في يافا، بنروح كل الطائفة بتاعتنا يعني في الدير بتاعنا بنعمل قداس، وبعد كده بيكونوا مجهزين الفسيخ، نقعد بعد القداس كله يقعد على المناجيل أو على الكبار بيقعدوا على الترابيزات وناكل الفسيخ. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب بخير يا سيدي. بعد شم النسيم احد توما، الاحد الاول، في تقليد انه بتصلي في النصره. فبنصلي في النصره بكنيسه بتاعتنا كنيسه البشاره، بنصلي فيها القداس بتاع احد توما. بعديهم على طول بيبقى بقى اول مناسبه بره بتبقى عيد الصعود. عيد الصعود بنصلي في جبل الصعود نفسه، وده بيبقى لكل الطوائف.
طبعا عيد اللاتين بيبقى مرتبط بعيد القيامه بتاعهم بعد 40 يوم من العيد بتاعهم، فهم في الاغلب بيبقوا مش معانا، يعني كل 3 سنين يجي مره واحده في السنه الرابعه مع بعض. لكن 3 سنين تانيين بنصلي احنا لوحدينا، الروم الارمن الاقباط السوريين. انا بس يعني مع الفرحه بتاعت القيامه، ولان دايما يعني الاحداث اللي بتحصل في مصر يعني بتفرح او بتوجع هنا في كنيستنا وابائنا اللي موجودين، والعكس تماما طبعا، دايما قلوبنا بتبقى معاكم في اي حاجه بتحصل هنا سايرنا، لكن سلام ربنا بيغطي على كل ده، والفرحه بتاعت المسيح بتغطي على كل الاوجاع. مرينا بظروف كتير صعبه الفتره اللي فاتت احزنت قلوب الكل، لكن مع قيامه المسيح والفرحه بتاعت القيامه ازاي ممكن نتلاشى او نعدي مرحله الالم والوجع دي؟ يعني كل المشاكل اللي بيعدي بيها الإنسان ملهاش حل غير الصلاة والتفكير، وبعد كده بنتحرك في الاتجاه المسموح فيه. يعني طبعا على حسب المشكلة، زي ما احنا مثلا لما كانت المشكلة هنا بتعدي للسلطان تحركنا من خلال الهيئات الموجودة هنا، سواء من خلال الهيئات المصرية زي السفارة والقنصلية، أو من خلال الهيئات الإسرائيلية اللي هي اللي ماسكة النظام بتاع البلد هنا، من خلال وزارة الأديان أو وزارة الداخلية والشرطة. فبنتحرك احنا، مش ده لا يمنعنا، احنا بنصلي وبنفكر هنتصرف ازاي، بعدين نبتدي نخاطب الهيئات اللي هي معنية بنمشي في الاتجاهين، في يعني اتجاه الاتجاهين مع الصلاة بعض. والسلام والهدوء في التعامل مع المشكلة، في نفس الوقت الاتجاهات الرسمية لحل أي مشكلة. هو ربنا ما يحبش الإنسان المتخاذل، يعني هو ربنا أيوة ما بيقولش إن احنا نصلي وبس ما نتحركش ما نعملش حاجة تاني، لا، ما زي ما كل الآباء بيفسروا قصة إقامة العذر، حلو إحنا نصلي، بس قال أيوة لهم ارفعوا الحجر، ما هو كان أنت يا رب مش قادر، اللي صحيح جومت واحد ميت مش قادر تقول تقول له اطلع الحجر بره الشقة، اطلع أنت أيوة بره، مش قادر تقول له اطلع من الأكفان بتاعتك، صحيح لكن هو عاوز الإنسان يعمل حاجة. ما هو ربنا مش هيعمل كل حاجة وأنا أحط رجل على رجل ومش بعمل أي حاجة وبتفرج عليه وهو صحيح بيشتغل بس، لا، وربنا انا معاك بس انت اشتغل وانا في معاك. مفاهيم روحية سيدنا بتبقى متلخبطة، زي ان انا لما اطالب بحقي مثلا في دير السلطان، بما اني نفسك ذكرت الواقعة، يبقى انا ضد الروحانيات وضد ان انا المحبة وضد كذا وكذا، اكيد نفسك بتسمع الكلام ده يعني. طبعا سمعته، لكن انا عاوز اسال سؤال برضه لاي حد بيفكر بالمنطق ده، هو نابوت اليزرعيلي كانت مشكلته ايه؟ مع الملك أخاب، إنه عاوز يحافظ على الأرض بتاع أبائه. لو إحنا فكرنا بالمنطق، يا عم أنت هتموت ودي أرض والملك عاوزها، خلاص صحيح سيبها له، صحيح، ما ما رضيش فكرش يسيب ليه حقه. كده؟ ما فكرش، هل ربنا زعل منه؟ ده ربنا عاقبنا أخاب عشان أخذ منه الأرض، صحيح، قال له اللي وقال حصل له هيحصل. وقال له كده، قال له إيه النبي؟ قال له إيه؟ قال له هل قتلت وورثت؟ في المكان الذي لحست فيه الكلام نفس الكلاب المكان. بنيامين، في نفس المكان هتلحس دمك. أيوة. القصه مش قصه ان ربنا عاوزنا احنا نسيب حقنا، ده حقنا اسيبه صحيح ازاي؟ صحيح. انا ادافع عنه بس بالطرق السلميه وبالطرق المشروعه وبالطرق اللي تتناسب معك كانسان مسيحي. ده مش بيتعارض سيدنا مع، يمكن كان في برضو من تعليقات الناس اللي جات لنا في وقت الأحداث دي، إن من طلب ردائك فاترك له، من ضرب ثوبك فاطلب اترك له ردائك، يعني الآية دي انتوا كده مش بتنفذوها، انتوا كده مش كلام ربنا، لا، فده ده مش بيتعارض مع قول الإنجيل. بص حضرتك، هو ربنا بيقول الكلام ده لما يكون إنسان محتاج. أيوه إيه الحاجة في إني أعلق علم؟ إيه الحاجة إني أعلق علم جوه الدير؟ دي نقطة. إيه الحاجة إني آخد دير السلطان اللي مش بتاعي أعمل سطو عليه عشان آخده من صاحب الملك؟ إيه الحاجة في كده؟ هل ده، طب أنت بالنسبة لي أنا غلط عشان بطالب بالحاجة، طب وبالنسبة للطرف الثاني خطأ ولا مش خطأ؟ انك انت تاخد حاجه غيرك وتسطو عليها وتطلب اللي هو بره، ده خطيه ولا صحيح مش خطيه؟ عاوز افكر، يعني عاوز بمنطق اللي بيفكر ده يفكر فيها، ده غلط ولا اللي هو حاسس ان اصل هي في مشكله ان الاحباش يتظاهروا بالاحتياج، لكن انا اعرف معلومات كتير الاحباش عندهم املاك اكتر مننا كاقباط. اي انا بقول معلومه انا عارفها كويس، الاحباش عندهم في الاراضي المقدسه املاك دينية،
ما بقصدش املاك الدولة أو الأفراد. لا مش بتكلم عن املاك الافراد، املاك دينيه اكتر مننا. يعني عندهم دير كبير هنا جنبينا وبطركيه كبيره جنبينا تسع ارقام ما تتخيلهاش يعني. ولو ما يمتلكش مش مبرر للسطو على حاجه مش بتاعتي. الدير بتاع اللي في بيت لحم انا يا دوب شايل ثلاث راهبات بالعافيه كده كده، دير صغير هو عنده دير ضخم جدا، ولما احتاج انه يشتري كذا بيت حواليه واحتاج مبلغ كبير بالدولار، مبلغ كبير خالص، اتجمع هذا المبلغ في اسبوع. كلنا عارفين سيدنا لانه الموضوع فيه واشترى يعني انا يعني عشان بس مش عاوز الناس تتفاعل مع حاجه هم مش عايشين الواقع اللي احنا عايشينه. ما عندهمش المعلومه اللي عندنا يفتكر. لما كان في الاحتياج المطران اللي موجود القبطي مشى الاسر اللي كانت مقيمه داخل دير السلطان وقعد الاحباش لما كان في احتياج. ليه؟ ما كانش عندهم الاملاك دي كلها وكانوا مطرودين من كنيسه القيامه، مفقود حقهم، اخذوا حقهم داخل كنيسه القيامه سنه 1600 وشويه وطردوهم خارج كنيسه القيامه. فيوم المطران القبطي الحقنا احنا اولادك احنا في الشارع، كانت النتيجه نفذنا الوصيه ونفذنا تعليم المسيح انهم فعلا ما عندهمش مكان، وتمشى الاسر القبطيه اللي موجوده وقعدتهم في دير السلطان. طب انت دلوقتي ما عندكش الحاجه بتاخد حاجتي ليه؟ ملوش مبرر. هو انا استقبلته كضيف، هو ما عمل نفسه صاحب مكان وانا الباقي بره يعني. يعني هي دي سياسه بيسموها سياسه الاحتلال يعني. لكن سيدنا عايز اخد نيافتك للقيام يعني، والفرحه فرحه القيام. وسؤال بحب الحقيقه بفكر فيه كل سنه، هو احنا ليه بنعرف نعيش الحزن لكن ما بنعرفش نعيش فرح القيام يعني؟ يعني دايما في اسبوع الالام بنبقى حريصين جدا على الصلوات في مواعيدها وعلى الباصات وكل حاجه، ونيجي وقت الفرح اللي هي ما نعرفش نعيش دي. هو الانسان بطبيعته بيحب الشجن الالحان الحزينه وتاثر وتلمس فيه اكثر الالحان الحزينه. حتى تلاقي على مستوى الترانيم او الاغاني حتى العالميه صحيح، تلاقي الاغنيه الحزينه الشعب كله يتاثر معاها، ممكن تلاقي ناس بتعيط وناس بتتاثر، لكن حاجه مفرحه ممكن تسمعها عادي يعني ما تاثرش الواحد قوي. فده طبيعه الانسان بيتاثر بالمشاعر الحزينه اكتر، لكن احنا الموضوع اعمق من كده بكثير، مش مجرد مشاعر لكن هو فكر عميق، فكر القيامه. نتخيله عشان نعرف نعيش الفرحه بتاعته لما يكون انسان محكوم عليه بالاعدام. ايوه، ودي حصلت القصه دي، ولسه القاضي بينطق في الحكم الاخير وده اخر حاجه خلص، وتم الحكم بتنفيذ الاعدام مش عارف ايه وكلام زي كده. ودخل واحد، كانوا الاثنين الطرفين التانيين اللي في الموضوع اتخانقوا مع بعض، فواحد فيهم دخل قدام القاضي قال له سياده القاضي فلان بريء. انا وفلان اللي عملنا الحادثه لما اختلفوا مع بعض. طب اشرح، راح شارح كل الموضوع، تطابق الموضوع مع البصمات ومع البحث الجنائي والاخر القصص دي. وطلع هذا الانسان المحكوم عليه بالاعدام فجاه براءه. يعني عايزين نتخيل مشاعر هذا الانسان هو واسرته وكل اللي حواليه. واحد انا طالع من المحكمه عشان اتحط في السجن مستني لما يجي يقولوا لي اطلع الاعدام. وفجاه في هذه المشاعر تفاجئ بان جاي حد يقول لك ده مش انت المذنب، انت بريء، تطلع براءه. هو ده اللي حصل في احداث القيامه. انت محكوم علينا كلنا بالموت. صحيح، كلنا موتا تموت. وفوجئنا بان المسيح جاي يقول لك انت براء وانا هموت مكانك. ساعات بننسى اننا احنا المذنبين وهو شال ده عننا، وده يخليني اخد برضو نيافتك لفكرة ازاي اشوف المسيح المصلوب على الصليب لكن في كامل قوته حتى وهو على الصليب. يعني احنا بننسى وما بنشوفش كل الكلام ده، ما بنشوفش نفسنا المذنبين وما بنشوفش، لكن فينا اللي ممكن يخاف، اللي ممكن يخبي حتى صليبه في وسط احداث وفي وسط ضلمة وفي وسط امور صعبة كتير. ازاي اشوف قوتي في المسيح المصلوب؟ يعني انا بتعجبني آية يعني عبارة في اللحن بتاع أمونوجانيس،
ايوه الابن الوحيد الجنس اللي احنا بنقوله في يوم الجمعه العظيم. ايوه لسه جاي لنا من كام يوم، يومين. بتقول ايه عن السيد المسيح؟ يا من اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوه. يا من اظهر بالضعف بتاعه ما هو اعظم من القوه. لان ما كانتش قوه المسيح ان هو ينزل من على الصليب، دي سهل خالص. لكن قوه المسيح بطبيعته الناسوتيه المتحده باللاهوت الغير قابل للموت، ان تموت هذه الطبيعه اللي هي مش طبع المسيح انه يموت لانه بلا خطيه. طبعا اللاهوت لا يموت، لكن ان يموت هذا الجسد الذي بلا خطيه المتصل بهذا اللاهوت او متحد بهذا اللاهوت، دي فلسفه صعبه على المخ انه يفهم. فكانت ضد الطبيعه. عشان كده الطبيعه بتاعته اللي هي القيامه القائم من الأموات، إنه طبيعته المنتصر غير مائت. غير مائت، فإزاي يموت؟ طبعا. فكانوا ضد الطبيعة، ومع ذلك هو نفذ الأشياء التي ضد الطبيعة حتى عشان يموت بدلنا، عشان يخلص الإنسان ويطلع الإنسان، ولكن طبيعته القيامة فقط. صحيح. لأن هذا الجسد المائت متحد باللاهوت الغير مائت. فأعطاه قوة عقيم. صحيح. ازاي نفكر بقى بدا سيدنا يعني بالفلسفة اللي نفتح نتكلم بيها النهاردة، ازاي نفكر بقى في حياتنا اليومية، ما تبقاش عيد القيامة واحنا بنحتفل بيه هي ذكرى حلوة، المسيح قام في يوم زي النهاردة ويلا نحتفل، وكل واحد بقى بيحتفل بطريقته، ازاي تبقى حياة معايشة كل يوم؟ الواحد بيحزن لما يحس ان تقلص العيد في الاكل والشرب واللبس والزينه وتوضيب البيوت والتنظيف والكلام ده، وتفرغ العيد من محتوى من جوهره. عيد القيامه يعني بيسموه عيد الاعياد في الكنيسه، عيد الاعياد، لان هو يعني اساس كل الاعياد. عيد قيامة المسيح هو اليوم اللي ابتدى تجسد ورحلة الفداء به، يعني ابتدى عشان يوصل للنقطة الأخيرة اللي هي القيامة. أنا البشارة عشان القيامة، عشان يتولد المسيح عيد الميلاد عشان القيامة في الآخر، وكل رحلة المسيح عشان في الآخر القيامة اللي هنوصل فيها للهدف اللي احنا عاوزينه اللي هو خلاص الإنسان. صحيح. كل رحلة المسيح دي لازم أكون مدرك معناها، مدرك محتواها، مدرك ماذا أعطاني المسيح بقيامته. أنا عندي قول للقديس أثناسيوس أحب أقرأه. تفضل. بابا أثناسيوس بيقول إيه؟ كما هو الحال بالنسبة لتلك الحشرة التي تدعى الدبور. كلنا عارفين الدبور. أيوه. عندما تهاجم الصخرة فهي بهذا الهجوم لا تضر الصخرة، بل تفقد الشوكة بتاعتها اللي بتتكسر في الصخر بتشك بيها. نفس الخطأ الكبير قد ارتكبه الموت بأن هاجم الحياة. الله. أي المسيح له المجد، لأن الشيطان لم يستطع أن يمسك المسيح بالموت. بل الموت فقد شوكته. الله. وأصبحنا الآن نتهكم عليه ونسخر منه قائلين أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ وأيضا ابتلع الموت إلى الأبد. ده قول القديس أثناسيوس الرسول. عاوز يقول لك إن يشوف يعني الموت كان متخيل إنه هيقدر على المسيح، ولكن استطاع المسيح بموته فقط أن يكسر شوكة الموت. أيوه. بموت كسر الموت أو غلب الموت. صحيح. طيب. وبالتالي أصبح الإنسان حر من الموت. حرية الإنسان دي سيدنا يعني في حرب الشيطان ضد الإنسان، وللغاية دلوقتي لسه بيضل الناس كتير، بيوقع ناس كتير في الخطية. الواحد بيسأل نفسه طب الشيطان اتأيد بالصليب إزاي لغاية دلوقتي هو قادر إنه يعمل كده؟ هل كل ده وهو متأيد؟ أمال لو كان محلول كان عمل إيه فينا؟ هيعمل أكتر. عشان كده سفر الرؤيا بيقول ان في اخر الايام الشيطان هيضل ولو امكن المختارين.
ولكن لأي المختارين تقصر تلك الأيام وتتساقط نجوم السماء. هو ليه بيقول كده؟ لأن الشيطان ساعتها هيتحل. لكن ليه مساحة دلوقتي سيدنا هو برضه بيتحرك فيها في إنه يعني برضه يوقع الإنسان؟ ما إحنا بنغلط إزاي؟ ما هو برضه من أحد الآباء كان شبهها بالأسد اللي محطوط جوه قفص، وبعدين معاه فاكهة بيروح مقدم الإنسان فاكهة أو لعبة على حسب سنه أو شوكولاتاية أو كده. الإنسان اللي بيجرب من الإنسان من القفص بتاع الأسد، والأسد بيروح هبشه. يعني عايزك تتخيلي كده، هل أنا مجبر لعمل الخطية؟ لا لا، بعملها بمزاجي طبعا. يعني أنا مش مجبر أروح لغاية القفص بتاع الأسد، أنا بإرادتي. بروح بإرادتي. أي هو ده الفرق. لكن هو مش قادر يجيلي. أنا لكن قبل ما الشيطان يتربط ويقيد، كان بيضغط على الإنسان وبكل الطرق إن هو يوقعه في الخطر، بكل الإغراءات وكل الطرق بتاعته. وده اللي هيحصل في آخر الزمان، فإحنا نعتبر في عصر النعمة، طبعا. كده عصر النعمة. سيدنا، في جزئية مرتبطة هنا حتى يعني في كنيسة القيامة مش موجودة في أي حتة في العالم، وهي النور المقدس. هو بيبقى سبب فرح لناس كتير، واحنا شخصيا بننبسط قوي وبنفرح وبيبقى فرح كبير جدا جدا. بس يعني اكيد في فرق بين ان انا افرح وان انا اربطه بايمان المسيح. يعني لو اعتبرنا كده سؤال يعني مش عارف يبقى غير عقلاني قوي، بس ماذا لو لم يظهر النور المقدس؟ ازاي ما اربطش ايماني بفكرة النور المقدس؟ يعني احنا نشكر ربنا ان دي ما حصلتش. طبعا ما حصلتش ومش هتحصل. يعني اكيد يعني حتى في السنين المرتين اللي هو منع، يعني كان في ولاة منعوا المسيحيين من دخول الكنيسه، كان بيخطر. طلع النور وعدى من العمود. طبعا شرفناه وحادثه الناس معروفه. اللي هي خارج طبعا، فلو فكرنا فيها هنلاقي دي الحادثه الوحيده طبعا اللي بتحصل كل سنه من معجزه السيد المسيح، مفيش حاجه تاني طبعا. وكنت سألت أحد الناس اللي هم التور جايدز اللي هم بيلفوا بالرحلات، كان دارس في الجامعة العبرية، وقلت له أنا عايز أعرف أنتوا يعني درسوكم في الجايدنج إيه يعني بالنسبة للنور، يعني ده من إمتى؟ فقال لي ده مكتوب في التكست بوك إنه من أول سنة بعد صعود السيد المسيح. كنت بتقول القديس بطرس شاف هم راحوا عشان يحتفلوا بالقيامة بتاعت المسيح في مكان القبر، وابتدوا يصلوا فوجئوا بالنور طالع. لما ابتدوا يصلوا فعلا، وابتدى من هذه السنة أو من هذه الفترة يبتدي يطلع النور كل سنة. ده الكلام اللي قاله لي الدكتور على حسب اللي مكتوب في التكست بوك. هي طبعا معجزة بكل ما تحمله كلمة طبعا معجزة. طبعا في بعض الناس اللي بتشكك فيها، ولكن هو سؤال بسيط. يعني حتى لو هي نار معمولة حاجة صناعية، طب هل في نار صناعية ما بتحرقش؟ استحالة. لما أي نار معمولة مش عارف من ناس بتقول فوسفور وناس بتقول مش عارف إيه وكلام زي كده، طب ماشي حط النار اللي أنت مولعها بالفوسفور ده تحت شعر أي حد، شوف أنت هتعمل معاه إيه. لكن إحنا بنشوفه كلنا في كنيسة القيامة، مجرد ما بيطلع النور وبتلاقي ناس شعرهم طويل وحاطينه تحت الشعر أو تحت الزي ومش بيتأثر. بس دي راجعة برضو لإيمان الشخص، ولا في كل الأحوال سيدنا مثلا بتاخد اللي هي أول كام ثانية أو دقيقة هو طبعا اللي على بال بيحصل ما بيوصلنا بالظبط؟ احنا بياخد وقت، لكن انا ما يعني ما يقال ان هو 33 ثانية. لكن احنا طبعا عشان نبقى في الناحية المقابلة ويبقى جري وبتشوفوا الهيصة اللي بتحصل في كنيسة القيامة في الوقت ده. وطبعا احنا لازم الرهب بتاعنا يدخل داخل القبر ياخد النور من البطرك وبعدين يطلع، كل ده بياخد وقت طبعا، بيبقى تدافع وبيبقى الدنيا صعبه شويه. النور بيسافر للعالم كله سيدنا، يعني مش هنا بس اللي بيبقوا منتظرين النور المقدس، لكن في كل مكان في العالم بينتظر وصول النور ليه. واحنا يعني في محاولات السنين القادمه ان شاء الله ان احنا نوديه مصر. الله، دي حاجه حلوه ان احنا نقدر. كان تقليد زمان، كان تقليد يروح مصر. بس ايام ما كان في قطر، كان في قطر ما بين القدس وبين يافا. صحيح. فكان بيروح بالقطر، وقت بيجي طيران فليه يعني استعدادات اخرى وليه نظم اخرى،
محتاج مننا مقابلة بعض المسؤولين عن الطيران وعن نتمنى ويبقى كمان يوم احتفال يا سيدنا. هو بيحصل في كل الدول يعني طبعا. اليونان بتسافر ورومانيا بتسافر وبلغاريا بتسافر وروسيا بتسافر، كل الدول بتعمل السكيورتي المعينة الخاصة بالنار وتحط جوه فانوس مغلق تماما للطرق التأمين بتاعته والطيران بتبقى مستعدة. ايوه فده اكيد هتبتدي بقى ان يفتك للتجهيز مثلا لده في الفتره اللي جايه. اول سفريه نسافر فيها مصر نبتدي في دي مفاجاه حلوه بقى تفرح الناس كلها دلوقتي كده، حتى اللي ظروفه مش بتسمح انه يقدر يجي هنا، فالنور المقدس يروح لغايه عنده هناك. كان زمان ينزل مصر وكان قداس البابا بيستقبله بنفسه. ايوه يعني في ايام البابا كرولوس وفي ايام الباباوات اللي قبل كده يمكن خد شويه ما اعرفش ممكن ما لحقش في ايام البابا شنوده، لان كانت ابتدت 67 كان دخل الاغلاقات وكده، لكن كان في ايام البابا كرولوس كان يسافر ويروح البطريركيه ويروح رابطه القدس، وبعدين تاخد كل الكنائس من رابطه القدس تبعت مندوبين ياخدوا النار يوصلوا الكنائس بتاعتهم يتولع منه الجناديل في كل الكنائس. الله ان شاء الله يعني من معن يفتك ومن ايد يفتك وفي حبريه البابا توادرس ربنا يديله كل الصحه والعمر يوصل تاني ويرجع يروح مصر في كل سنه ان شاء الله. سيبنا احنا يعني في نهايه لقائنا، لو يفتك كل اللي بيشوفونا من كل العالم تحب تقول لهم ايه النهارده؟ احب اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، عيد قيامنا سعيد للجميع. ينبغي أن نفرح، ومش بس ينبغي، ده احنا لازم نفرح، لأن بعد ما أصبح لينا السيد المسيح بقيامته إداك التذكرة بتاعت الفردوس. صحيح. فضل هذه التذكرة بتاعت دخول الملكوت الفردوس، فأنت عاوز إيه تاني أكتر من كده؟ أنت رايح عشان تقابل ملك الملوك وهذه التذكرة بتاعت الدخول. أي. فحاجة إيه اللي ممكن يسويها على الأرض؟ ايه اللي ممكن يسويها؟ لو انسان مريض ايه المرض قصاد ان انا داخل الفردوس التقي بملك الملوك وبكل الطغمات السمائيه والقديسين اللي احنا بنسمع عنهم نشتهي ان احنا نشوف اطيافهم بس. فحاجه تفرح ان كلنا خلاص انت واخد تذكره، ويوقع عليك شويه مجهود انك انت تحافظ على التذكره بتاعتك وتوصل بيها. طبعا. فنفرح كلنا ونعي معنى القيامة عشان نعرف نفرح صح ونفرح أولادنا ونشرح لهم يعني القيامة هو مش مجرد أكل وشرب واللبس الجديد بتاع العيد والكلام ده، لكن افرح حبيبي عشان انت بقى اسمك مكتوب فيه. يعني لما يجوا التلاميذ يقولوا له يقولوا سيد المسيح احنا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، مش هو اللي يفرح. افرحوا أولا أسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات. خلاص اسمك مكتوب ومعاك التذكره اللي تدخل بيها، الحجز بتاعك موجود واسمك هي دي الفرحه الحقيقيه. ايه فرح اكتر من كده؟ صحيح. معايا بشكر نيفتك جدا جدا مره ثانيه، كل سنه ونيفتك طيب وبالف خير وخريستوس انستي وتعيش وتفرحنا وتفرح كل ولادك. ومره ثانيه بنشكر نيفتك على محبتك الكبيره واستضافتك لينا وكل حاجه حلوه انت بتقدمها لنا. كفايه طبعا يعني الكلمه اللي فرحت الناس كلها النهارده نيفت الحبر جيل انبا انطونيوس مطران الكرسي الاورشليمي والشرق الادنى. شكرا جدا سيدنا، كل سنه ونيفتك طيب وكل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير. وكانت الهديه اللي احنا بنقدمها لكم في العيد النهارده هي لقاء سيدنا نيفت الانبا انطونيوس في العيد عشان يقول للكل كل سنه وانتم طيبين. كريستوس انستي اليسوس انستي. كل سنة وانتوا فرحانين، كل سنة وانتوا دايما بألف خير. إلى اللقاء.